أنا الطالب عتساف الخالد من الصف 9-3. أنا المبادرة خلتني يعني أشارك مع الطلاب، يعني زي الطلاب كانوا يرفعوا إيديهم، ما كنتش أرفع إيدي أنا ولا أشارك ولا أحل واجبات، بس بعد المبادرة خلتني أنتبه، قالت لي طلق شارك وجاوب. كتير كان من هو طفل مشاكس كتير كتير، يعني مخرب، بيهوى التخريب، بيهوى أنه دايما يزعج اللي حواليه، بس كان يعني الكل بتقبله بمرح، ما حدا ما كانش يعمل أي أعمال تأذي الآخرين. كان كتير مجتهد بدراسته وهو صغير، كان يعني أقول لك من الأوائل بالتسعينات، يجيب 95 94 97 هيك معدله. فجأة بعد صف سابع بدأ إهمال المدرسة عنده، بدأ إهمال الدراسة، التهى باللعب أكتر، صار يقضي وقته لعب أكتر. أنا كنت أشرد من المدرسة عشان الطلاب كانوا يتقاتلوا معي، وبقيت يعني يهجم علي أقف معاهم أتقاتل معاهم، وكانوا في القرايه شوشوا عليا، ما كنتش افهم يعني، ما التهم معاهم، ما انتبهش للدراسه. لم يكن عساف من الطلبه المجتهدين او الطلبه الممتازين او الطلبه الذين ستسلك امورهم، بل كان هناك عنده كثير من المشاكل. لم يكن ايضا في القراءه والدراسه لم يكن متفوقا، ولم يستطع القراءة والدراسة كالطلبة العاديين. أنا كنت أتأخر، أستاذ عماد الضاح شافني مرة ومرتين وثلاثة أتأخر، حفظني، ظل مركز علي، يعني ظل منتبه علي كثير، انتبه في ليه بتأخر، ويعني وتعاوننا في النظافة، في نظافة المدرسة. خدنا أنشطة زي الرسم والرياضة، ودخلنا في النظام، بطلت أتأخر، وقدم لنا رحل وأعطانا هدايا عشان نشط أحسن. هيك تعرفت على المبادرة أنا. وقدمت لنا مبادرة الانضباط والاحترام خدمات جليلة وعظيمة للطلاب. وأنا أذكر على سبيل المثال لا سبيل الحصر الطالب عساف الخالدي. هذا الطالب كان ضحية عنف مدرسي يتعرض للعنف من قبل الطلاب، وكان يقابل هذا العنف بعنف مضاد. وعندما تعرفنا على مشكلة هذا الطالب وتواصلنا مع أولياء الأمور، واستطعنا أن نعيد هذا الطالب إلى توازن الانفعالي، ويعني حل مشكلة هذا الطالب من خلال الدعم النفسي ومن خلال الجلسات الإرشادية، استطاع الطالب أن يستفيد من الخدمات المقدمة للطالب من المدرسة. كان مشاكس كتير، غلباوي كتير، بيعمل مشاكل مع حتى بالبيت مع أخواته، ما حدش بيسلم منه، بس لكن من بعد المبادرة مش عارف هيك فجأة صار مهذب كتير، لطيف في المعاملة، يعني مش مستعد إنه ياخد أي شغلة من دون ما يستأذن من إخواته. صار تفكير يعني عندي في الدار، ما عملش مشاكل في الدار ولا في المدرسة ولا برا البيت، لأنه كان هذا زي ولاد صف عادي، يعني ما نتقتلش مع بعض، نمشي مع بعض. كنا ننظم الولاد يعني بهدوء، نقول لهم انزلوا، ما نضربهمش، يعني ما حد نأذيش حدا. انا كان مستواي قبل مش منيح، بس بعد ما تعرفت على المبادرة تحسنت من خلالها، كانت شتت تفكيري مع المعلمين، خلونا ننتبه، اذا نيجي بنسأل عنك كل يوم، لقينا مستواك يعني اليوم شراكت منيح في الصف، برضه بنزيدك يعني بنحط لك علامات وبنظبطك ونديك هدايا، بس انتبه للمعلمة. وهيك هي المبادرة، يعني نصحتنا ذات الإرشادات
لانتبه للمدرسة وللدراستي. هناك تحسن واضح في مستوى التحصيلي والأكاديمي عند الطالب عساف بشهادة المعلمين، وأيضا لم تسجل له من بداية العام أي مخالفة، وهذا شيء يعني مؤشر جيد على نجاحنا وعطانا بالنسبة للطلاب في مبادرة الانضباط والاحترام. عساف أنا عندي يعني فكرة عنه من قبل أنه عساف كان من الطلبة المشاكسين، الطلبة غير الملتزمين، الطلبة غير المؤدين لواجباتهم، غير المحترمين في تعاملهم مع الآخرين. انقلبت هذه الصورة أصلاً على عقب، يعني أصبح عساف من الطلبة الذين يهتم بهم المدرس لأنه وجد تغيراً في سلوكهم مع أنفسهم ومع الناس الآخرين، حتى مع اللي هو المدرسين أنفسهم ومع أصحابهم، سواء على الناحية التعامل مع الطلبة أو التعامل مع المدرسين أو على ناحية من الناحية الدراسية أيضاً، التحسن ملموس من الناحية الدراسية. المبادرة خلتنا ننتبه برضو، اطلع على الأساتذة وناقش معهم المواضيع اللي كانت تصير معي، راح احكي للأساتذة وبرضو ناقشها معي، اطلع علي انتبهوا علي كثير. وبدأ الطالب يشارك في أنشطة المبادرة والأنشطة التطوعية، قدم للطالب أيضا حوافز، يعني شارك الطالب في رحلة مدرسية وكان سعيد جدا بهذه الرحلة، وحقيقة كانت لها يعني ثمار طيبة على سلوكه وعلى نشاطه في داخل المدرسة. أنا بشكر الأستاذ عماد الضاح لأنه كان يعملنا رحلات يعني عشان يشكرنا على فعلنا اللي احنا عملناه في المبادرة والاحترام، وبعدنا عن السلوك السيء نبعد عنه، أعطانا هدايا وذكر اسمي على المنصة الطالب عساف لخالد صار منضبط وطالب محترم، وكرمونا على المنصة قدام الطلاب وخلوا المدرسة تسقف لي. أنا بتمنى إنه ياخذ كار أبوه وكار سيده إنه يطلع تاجر ذهب، في محل ألبسه والذهب بستناه. أنا بتمنى أكمل تعليمي وأكمل جامعة وأخذ شهادة وأكمل يعني أصير زي والدي وسيدي، يتاجر ذهب صاير ذهب. أي مهنة بالعالم بدها دراسة، الدراسة أنا بحكي له خد شهادتك الجامعية وبعد هيك أبوه راح يسفره برا ليتعلم، مش يبيع الذهب، مش إنه يكون تاجر ويبيع، لا، يتعلم الفن، فن صياغة الذهب. أنا يعني حبيت هذه المهنة كثير. كانت هناك يعني العديد من وسائل الاتصال مع أولياء الأمور، ونحن لمسنا التعاون والإيجابية والتشجيع، وهذا مما شجعنا على تقديم الخدمات لأبنائنا. Students and welcome to this new lesson in the series of English lessons on the Honor Satellite TV channel. اهلا وسهلا اعزائي الطلاب في هذا الدرس الجديد من سلسله دروس اللغه الانجليزيه على قناه الأونر والفضاء. Welcome back. Dear students, today God willing we are going to talk about a very important lesson which is the past perfect tense. اعزائي الطلاب سنتناول إن شاء الله في هذا الدرس موضوع مهم جداً ألا وهو زمن الماضي التام. I hope you a beneficial watching for this lesson. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة في هذا الدرس. Let's start our lesson. لنبدأ هذا الدرس. Look at the verbs in these sentences. انظر إلى الأفعال في هذه الجمل. Sentence number one. I had eaten the sandwich before I went to school. Again,
I had eaten the sandwich before I went to school. Dear students, look how many verbs are in this sentence. كم فعل يوجد في هذه الجملة؟ لننظر. الفعل الأول had eaten. الفعل الثاني went. عندما نقول فعل نقصد بذلك حدث. So, in this sentence we have two actions. يوجد في هذه الجملة حدثان. الحدث الأول had eaten, تناول الطعام. الحدث الثاني went to school, الذهاب إلى المدرسة. So, had eaten is the first action. الحدث الأول هو تناول الطعام. أما الحدث الثاني فهو الذهاب إلى المدرسة. Let's look at the second sentence. لننظر إلى الجملة الثانية. After he had washed his hands, he started to eat. Again. After he had washed his hands, he started to eat. Let's see how many verbs are there in this sentence. كم فعل يوجد في هذه الجملة؟ لننظر هنا. Had washed and started. Here, as you see, we have two actions. كما نشاهد أعزائي الطلاب في هذا المثال يوجد حدثان. الحدث الأول had washed وهو وقع في البداية. الحدث الآخر started وهو الحدث الذي تلاه. So had washed at the beginning غسل في البداية وstarted تلا هذا الحدث. What do we understand from this? ماذا نفهم أو نستخلص من هذا الكلام؟ Let's move to the next slide. لننتقل إلى الشريحة الثانية. Look at this diagram. لننظر إلى هذا الرسم التوضيحي. Here, dear students, we are talking about the past tense. لدينا خط الزمن في زمن الماضي. Here, in the past tense, في زمن الماضي, يوجد حدثان. The first action, action number one, which is past perfect, وهو دائما زمن الماضي التام. Action number two, الحدث الثاني, وهو دائما في زمن الماضي البسيط, وهو ال past simple. إذن عندما نتكلم عن الماضي التام نتحدث عن حدثان وقعا في زمن الماضي. حدثان في زمن الماضي لكن حدث وقع قبل الحدث الآخر. نتحدث عن حدث وقع قبل حدث آخر. الباست بيرفكت زمن الماضي التام هو الحدث الذي يحدث أو يقع أولا ثم يليه دائما زمن الماضي البسيط ويكون في زمن هو الحدث الثاني في زمن الماضي البسيط. Okay, dear students, I hope you enjoyed the first part of our lesson. Still, we have more about the past perfect, but after this short break, please don't go away. We will be back soon. مركز سلافة المطرزات الفلسطينية أنشأ عام 1950 من قبل دائرة الخدمات الاجتماعية التابعة لوكالة الغوص في الأونروا. الهدف العام من إنشاء المركز هذا حفاظ على التراث الفلسطيني عن طريق توفير فرص عمل لسائل اللاجئات المقيمات في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة. لما حكيت شفت جارتي بتخيط صياد وين تخيطت؟ قالت مركز سلافة. رحت عليهم وقلت لهم أنا بخيط بدي أشتغل بدي أخذ خياطة وأشتغل. فقالت لي جربي حالك. جربت وقالت لي كويس تمام خذوا خيطي. وإحنا بالترويج وبالإقبال بنحبب البنات من جميع الفئات ييجوا ياخذوا منا تطريز حتى لو بدهاش تاخذ من وراء مصدر الرزق منه بنفعها في بيتها وفي المستقبل. بالإضافة إلى تدريب الفتيات والجيل النساء الراغبات في الحصول على هذه المهنة والفتيات الراغبات في تعلم هذه المهنة للاحتراف مستقبلا في إنتاج المطرزات الفلسطينية. عن طريق مدربات التطريز تم تخصيص ورشات عمل ودورات تدريب مهني في المراكز البرامج النسائية التي يتم الإنتاج فيها المطرزات الفلسطينية. تعلمت التطريز الفلاحي. أخذت كان أول مسكتي طب هاتي أنا بعطيك وأتعلم عطول. فهذه الدورات أصبحنا ندرب مجموعة من الفتيات أصبح الزياد الإقبال عنا الزياد رهيب. تعلمت يعني في كثير شيء جديد. تعلمت الشنتات عن طريق سلافة يعني استفدنا منه. ما كنتش أعرف إنه في يعني شنتات زي هيك مساند نحطهن على الكنب. يعني تطريز حلو كثير.
استفدت منه، يعني تعلمت حاجات كثيرة. أول ما كنتش أعرف إنه يعني غير بس ثياب الفلاحي، هالحين كل حاجة صرنا نتعلمها ونطرزها، إنه يعني حاجات كثيرة فيها نعرفها من طريق سلافة. استخدمنا التطريز في شنط، في عباية، في جاكيتات، حتى محافظ، اكسسوارات كمان دخلنا الشغلات هذه. بعد ما أنا جيت على مركز سلافة وسمعت عنه إنه في تطريز وفي عاملات بيشتغلن وكويس يعني المركز، فأنا جيت اتعلمت حاجات ما كنتش أعرفها. فحالياً يتم تدريب أكثر من 120 متدربة جدد من الفتيات الموجودات في المخيمات الفلسطينية على اكتساب حرفة التطريز، وتدريبهم على إنتاج وتشكيل مختلف التصاميم والمشغولات التطريز الفلسطيني. بعدين يعني صرت يعني بدل ما أتعلم ما أشتغل نوع واحد، صرت عدة أنواع، يعني إشي دزدين، إشي شناتي، إشي قرن، يعني صار يعني عندي حاجات أفكار تتطور. فكل إشي في التطريز الفلسطيني بيرمز إلى إشي معين، فهذا الإشي لازم إحنا ندرسه لبناتنا ونتواصل في عمل الورشات التدريب للمجتمع المحلي كله صغير وكبير، حتى نبين مدى أهمية التطريز الفلسطيني وإبداع المرأة الفلسطينية على مر العصور والسنين. فكنا نخيط هالتوب وبس، الحين تعلمنا حاجات غير ما كنتش أعرفها زمان. يعني في مركز سلافة للمطرزات نقوم بتوعية الستات على مدى أهمية التطريز وإنتاجها المتميز المتقن، وأبدعنا في إنتاج شغلات جديدة. الشغلات الجديدة هذه هي التي تتواكب مع الحياة العصرية الحديثة، حيث تستطيع الفتاة الفلسطينية أنه ترتدي هذا التطريز في خلال حياتها اليومية. خيط في المشغل في مركز سلافة، صارت الخياطة حلوة، يعني خيط شالات وثياب وبرن ودزدين وشنط. دخلنا الشغلات هذه حتى لنقوم بذكر هذه الغرزة الفلسطينية. ولما كبرت وجدت بلدي هنا دورت وسألت، قالوا لي في مركز اسمه سلافة، ورحت عليه وابتديت معاهم من 18 سنة وأنا بخيط معاهم. الهدف من التدريب هو إكساب الجيل الجديد من الفتيات الفلسطينية على مهارة التطريز الفلسطيني، عملية تحسين المنتج المطرزات الفلسطينية، وتوفير فرص عمل أكبر لسيدات عاملات في مجال الإنتاج المطرزات الفلسطينية. والله وهي ما شاء الله يعني اللي بناخذ من مركز سلافة، لكن ايش الخيط كمان بيتم معانا الشغل ومعاملته معانا زي الفل، يعني شهريا بناخذ فلوسنا. في وقتنا الحالي بسبب الظروف الصعبة اللي بنعيشها اصبحت البنت اللي مصدر دخلهم قليل، ممكن هي تيجي بعد ما اخذت الدورة وتدربت عنا اصبحت فتاة منتجة تسد احتياجات وقتها أو يومها، ولو إنه أشياء بسيطة لكن كافية إنه تستغنى عن الوالد. يعني أنا عندي طلاب في الجامعة، يعني أنا الحمد لله، يعني لو هيك أحيانا بتلاقي ما عندناش أي حاجة بلاقي فيه مردود اللي هو بيساعد معي في الحياة. يعني أنا ما شاء الله كلهم في المدارس وعندي اثنين في الجامعة، يعني بحاول يعني قدر الإمكان إني أساعد في مصروفهم يعني. فهو هواية عندي، وأنا يعني لما بأخذ هاللي بأشتغل فيه بكون فرحان مبسوطة فيه، إني أنا هذا جايباه من تعبي الخاص. يعني ببقى مايل على السوق بشتري اللي بدي إياه، بجيب لابني حاجة، بجيب إلي اللي بنقصني. الهدف إنه كمان هو الترويج المنتج الفلسطيني سواء على المستوى المحلي والمستوى العربي والإقليمي والعالمي. صاروا يجيبين لي يعني بدل الشال خمسة، يعني هذه تقول له الفتاة تقول له صار يعني ما لحقش، قالوه اعملي كمان شال، قالوه اعملي كمان شال. خاصة احنا مقبلين على عطلة صيفية فبزيد عنا الانتاج، ما دام زاد عنا الانتاج زاد التسويق، فأصبحت منتجاتنا بتوصل لجميع دول العالم.